أهلا بكم مشاهدي قناة الشرقية، تغطياتنا مستمرة لبطولة آسيا وتغطية خاصة ضمن تغطيات موسعة لبطولة الأمم الآسيوية اللي تستضيفها دولة قطر. طبعا موجودين في ملعب الغرافة، وهذا هو ملعب التدريب. سبب تواجدنا هو انتظارنا للاعبي منتخبنا الوطني أسود الرافدين اللي راح يتمرنون على هذا الملعب، ملعب التدريب في الغرافة. طبعا دقائق قليلة ويصل وفد منتخبنا الوطني ولاعبي منتخبنا الوطني اللي نتأمل منهم نتائج إيجابية ترفع الرأس مثل ما عودونا في المنافسات الدولية المهمة. طبعا بانتظار وصول منتخبنا، واعتقد الآن في هذه اللحظات قد يصل منتخبنا الوطني ويجري وحدة تدريبية على أرض هذا الملعب. التحضيرات موجودة، التحضيرات الآن موجودة لرش أرضية الملعب استعدادا للوحدة التدريبية المهمة لمنتخبنا الوطني العراقي. في هذه اللحظات وصل الآن أو وصلت حافلة منتخبنا الوطني العراقي الآن، ولاعبي منتخبنا الوطني الآن ينزلون من الحافلة استعدادا للوحدة التدريبية المهمة في هذا الملعب. إذن أنا أرى السيارة الكبيرة الحافلة لمنتخبنا الوطني تصل الآن، وما هي إلا دقائق قليلة حتى يتوجه لاعبي منتخبنا الوطني لأداء هذه الوحدة التدريبية المهمة ضمن إطار الاستعداد لمباريات مهمة في هذه البطولة، بطولة الأمم الآسيوية. الآن منتخبنا الوطني، أعضاء منتخبنا الوطني الآن بدأوا بإجراء الوحدة التدريبية المهمة استعدادا للمباريات، مباريات المجموعات. مباراة تنتظرنا أمام أندونيسيا واليابان ومنتخب فيتنام. الاستعدادات جارية على قدم الوساق بقيادة المدرب الإسباني كاساس. أنا أتابع الآن أعضاء منتخبنا الوطني وهم بحماس كبير جدا وهم يؤدون هذه الوحدة التدريبية. السلام عليكم. عليكم هلا وناس، شلونك؟ الإعلام العراقي الآن يتابع منتخبنا الوطني، من خلال مشاهدتك للوحدة التدريبية الآن كيف تقرأ الموضوع الاستعداد؟ لأن استعدينا بمباراة واحدة. يعني أعتقد الأجواء مثالية، بعد معسكر الإمارات المنتخب جاهز لا يشكو من شيء، كل التفاصيل جاهزة، خصوصا الرسالة القوية هو دعم الإعلام المتواجد اليوم، دعم الجماهير أيضا، جماهير وطيارات جت من بغداد خصيصا لمتشجع المنتخب، جماهير جاية راح تآزر المنتخب والكل سيقف خلف المنتخب. أعتقد هي الرسالة الإيجابية، ويمكن عندنا حظوظ كبيرة بأن نجتاز المباراة الأولى، بس نحتاج التركيز. برأيك الجماهير العراقية راح تكون وفية مع منتخبها مثل ما كانت وفية في كل المنافسات؟ مساندة بالسراء والضراء، الجماهير أبد ما تبخل بدعم المنتخب الوطني، وأعتقد اللاعبين نفسهم يعرفون هذا الشيء، رغم كل الظروف راح يستعدون، راح يآزرون، راح يشجعون، ونتمنى ماكو إصابات، ماكو يعني حسب قربك من البعث الآن. يعني سعد ناطق، يعني يجري التمرين، بس يعني ما اعرف هل جاهز يخوض المباراة، يبقى بعد هو والكادر الطبي اللي موجود او اللياقة اللي هو يعطي الحالة الرسمية اذا كان جاهز المباراة او لا، وحتى اذا لم يكن جاهز اكو بديل الى موجود. الشباب اقوياء والشباب متفانين بالتمرين وكلهم عزم وقوة ان شاء الله لتمثيل اسم العراق ورفع راية العراق في هذا المحفل الآسيوي المهم.
كنا مع المنتخب الوطني في تدريباته ورافقناه من البداية بداية التمرين إلى نهاية التمرين، واليوم وصلنا إلى وصلنا ولقينا هالشباب الحلوين العراقيين، الجمهور العراقي حاضر بقوة وإن شاء الله نفوز فوزا كبير. شو تقول؟ يلا أوكي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجمهور العراقي متحمس ها؟ متحمس كلش، راح نكسر الدنيا والله اليوم يومك يا بطل، اليوم نحرق الدنيا، اليوم سويها ظلمة اليوم. جيد. وصلتوا للدوحة؟ ايه. ها من عمان؟ ايه عمان. يا عندكم مباراة مع السعودية؟ ايه. العماني يقول، العماني يقول انا جاهز. السعودية فوق. حنا جاهزين شعبا ولعيبة. ما عليك تقول عندنا كل الادوات اللي تعطي لل يعني اللعب. السعودية فوق. وعفوك. يلا بنشوف بالملعب، بنشوفكم بالملعب. تحية تحية للمنتخب السعودي الشقيق وتحية لمنتخب سلطنة عمان الشقيق. يا عيني الله يطول عمرك شباب السعودي. يلا تمام، يلا تمام تمام، يلا خلينا مع جمهورنا العراقي. الجماهير العراقية بدت توصل يعني بكثرة اليوم، بدت بكثرة توصل وان شاء الله تكون المؤازرة جدا قوية. نتوقع حضور بين 4000 الى 6000 ان شاء الله، اكثر ان شاء الله. الحماس هذا وبهالجمهور اللي يجي بكثافه راح ان شاء الله يكون دافع معنوي للاعبين. احنا شفنا اللاعبين وكلهم يعني منتظرين منكم المزيد من التشجيع. راح تحضر المباراه؟ اكيد. متى تحضر اللاعب؟ من يحضر؟ أكيد. اكيد. بالاضافه اول شيء احنا نشكرك على المستوى الشخصي، لان الصراحه مسوي جو ومسواس لهواي مشجع. انتم جماهير العراقيه وياكم ويا المنتخب. قناه الشرقيه قناه مؤازره بكل ظروفنا بالفرحه دائما ويانا، نحب نوجه شكرنا وامتناننا. إضافة إلى ذلك الجماهير العربية غير منتخبات كلها جاي تشجعنا، فإن شاء الله بلعبتنا هو راح ينضمون ويانا جماهير تآزر منتخبنا، بس نطالب من أيمن حسين هالمرة يهدف. أيمن حسين ورفاق اللاعبين سواء في خط الهجوم الوسط الدفاع كلهم عازمين وحماسة على إسعاد جماهيرنا العراقية الموجودة في كل مكان، في بغداد، في الموصل، في البصرة، في كل مكان إن شاء الله كلها راح تفرح بجهود وحماسة منتخبنا الوطني. حماستكم أنتم كجماهير مع حماسة لاعبين اللي شفناهم قبل ما نجيكم بالتمرين إن شاء الله بها نتيجة قوية لمنتخبنا الوطني. شكرا لك. الله يبيضون. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك حبيبي. شكرا. إذن العلم العراقي من لبنان أيضا رافع العلم العراقي، هذا شيء جميل. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ شنو الموضوع؟ شلونك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ ميت من البصرة؟ من البصرة نعم. تبغى تسوي لنا شيء؟ يلا جايين. بس سؤال، أنتم جايين أهل أهل والله البصرة؟ من البصرة نعم. من البصرة؟ من نفس البصرة. يا عيني من نفس؟ نفس البصرة ما شاء الله. وصولكم اللي هنا لتقديم تراث البصرة؟ نعم، تغطية تراث البصرة وإن شاء الله نشارك بهالفنون التراثية وإن شاء الله نقول يا رب المنتخب يجيب الكاس إن شاء الله. الأمور تمام؟ تمام الأمور. من البصرة حتى تقدمون تراث؟ أكيد نقدم تراثنا. إيش قدمتوا؟ احكي لنا. هسا هذا أول يوم افتتاح، قدمنا المسير وإن شاء الله يكون أكو جناح الخاص العراقي في مسرح يقدم به فنون خشابة. الخشابة العراقية. هنا الأخوان من العراق. حيا الله، حياكم الله، حياكم الله. جميل جدا، خلينا نسوي شيء للعراق. خلينا نسوي شيء للعراق. السلام عليكم. اهلا حبيبي. الاحوال؟ كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. البصرة. اكيد العراق. البصرة. سووا لنا شيء يلا. هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب. هذا ملعب وين ما تردون نلعب. هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب. هذا ملعب وهذا ملعب وين ما تردون نلعب. وجيب الكاس جيبه. Give it.
ذاك ملعب وين ما تردون نلعب لكم وعاش الجهود الله يخليك انظرون للمباراه ان شاء الله اكيد راح تشجعون المنتخب طبعا راح نشجع ثلاث هايه راح نشجعهم ان شاء الله يا نوجه كلمه للمنتخب نعم نعم تحيه للسعوديه تحيه يا سعودي يا سعودي نتمنى الفوز للمنتخب السعودي والمنتخب العربيه كل منتخبات ان شاء الله ان شاء الله اذا راح تشاركون بتشجيع ان شاء الله اكيد اكيد طبعا ان شاء الله الفوز لمنتخبنا الله يا عيني يا عيني حبيبي الغالي اسمك جواد يا عيني يا جواد الله يحفظك الله يخليك الله يخليك رحم الله عليك ثاني يا اخي جواد ثاني وياك واحد يا جواد جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه تحيه تحيه لكم مع السلامه مع السلامه طبعا هذه المسيرة هي ضمن مسيرات الفرق التي تشجع منتخباتها السعودية طاجكستان سوريا فلسطين هونغ كونغ يعرضون الأشياء التراثية هاي شنو بالسعودية السعودية وإيش هذه يسمونها بش اسمه الشيل السعودية الشيل أيوة ما شاء الله ونشوف وين فروم؟ طاجكستان يا اهلا هلا هلا ايضا هذا اللبس التراثي لدولة طاجكستان وهذه اكلة ايضا طاجكستانية فود طاجكستان بالو 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 اسمه بالو اكلة ايضا بالو هالو بالو جود جود بالو جود اوكي نعم هذا هو ايضا ايضا هونغ كونغ هونغ كونغ هونغ كونغ اللبس التراثي لهونغ كونغ هونغ كونغ هذا هونغ كونغ وعلم هونغ كونغ ونرى الآن هذه المسيرات الموجودة هنا على طول البطولة طبعا أجواء مصاحبة للبطولة لهذه الفرق تعال تعال خلينا نشوف شو هاي هلا 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 وين فروم؟ انديا انديا يس انديا تو استراليا زيرو انديا اوكي يا كمان كمان طبعا المنتخب الهندي خسر اولى مبارياته 2-0 من قبل المنتخب الاسترالي هذه هي اجواء البطوله اجواء بطوله امم اسيا اجواء جميله جدا جدا الأحوال الأمور تمام إنه منين أنتوا نحن من نفس البلاد نحن والعراق واحد يا عيني يا العراق والعراق أهلنا وأحبابنا هي نعم يا عمري من الإمارات هي نعم مبين من اللفة تبعها اللفة الحمدانية هاي اسمها الحمدانية بالإمارات هي نعم دجاجة هاي دجاجة المعروفة دجاجة الإمارات هي نعم هذا انتم جميلين جدا الشعب الاماراتي راقي الجمال اللي من بعدكم الرقي اللي الرقي هذا دبي والشارقه وعمان عجمان يا سلام على بغداد مسندم لما راس خيمه نعم ما زيد على جمالكم وعليكم طال عمرك نعم الامارات مشارك ان شاء الله وان شاء الله انه فايزين ونوصل النهائي اول مباراه من عندكم يا هونغ كونغ ان شاء الله شفتهم جماعه هونغ كونغ هذه وراك ان شاء الله ان شاء الله فايزين عليهم ان شاء الله باذن الله جايبين من الامارات جايبين فقط هالضحكه الحلوه وهالزي ولا كل شيء زين من الامارات اي جايبين منتخب جايبين
جايبين الروح الطيبه، جايين روح التعاون والصداقه بين العرب والاخوان ايوه جايبيها ايوه خليت شيء لازم 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 الله يطول عمرك بالتوفيق بالتوفيق العرب ان شاء الله لجميع العرب بالتوفيق يا مرحبا. ايضا جماهير الامارات جماهير قويه، الجماهير السعوديه ايضا قويه، الجماهير السوريه انا اشوفها حاضره، اذا نشوف الجماهير العربيه حاضره بقوه. نمشي 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 ونشوف الجماهير العربيه موجوده تجي من الدول العربيه حتى تشجع منتخباتها في بطوله الامم الاسيويه. تحية للشعب السوري وتحية لسوريا ولكل العرب المشاركين في بطولة الأمم الآسيوية. شجعت المنتخب السوري؟ طبعا شجعته، بس إن النتيجة طلعت سلبية عادي، بس أنا يعني حبيت إنه المشاركة أنت حضرتي المباراة مقيمة هون؟ مقيمة. شنو رأيك بأداء المنتخب السوري؟ يعني منيح منيح كله منيح منيح. عندكم مباراة أخرى إن شاء الله يعوض إن شاء الله إن شاء الله. يعني متأملة إنه يفوز المنتخب؟ أكيد إيه مع أوزبكستان. لو فايزين المنتخب السوري شو تعملون أنتم السوريين؟ تجلسوا وتعملوا شو الأكل اللي تحبوه بأيام المناسبات؟ فوز منتخب سوريا ولا شيء؟ يعني مثلاً نعمل تبولة وكبة. هذا زي شنو شو اسمه؟ اللبس العربي. اللبس العربي السوري. اللبس العربي السوري، التراث السوري. هذا زي الدمشقي التراثي. نعم. جايين من 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 سوريا. بعضنا مقيم هون وبعضنا اجى من سوريا. نعم. وهنا عاملين في هذا المكان تقدمون تراث سوري، يعني تزامنا مع مشاركة المنتخب. اي نعم، تشجيع لمنتخب سوريا ومؤازرة وعرض للتراث السوري. جميل جدا. الحمد لله. جميل جدا. فينا نشوف شو تقدمون هنا؟ يلا يلا. يلا الغواني وطلوا محلى طلتهم، اهلا وسهلا ومرحبتين، اهلا وسهلا ومرحبتين. طلوا علينا الغوالي، طلوا علينا الغوالي، منتخبنا يا غالي، منتخبنا يا غالي، طلوا علينا الغوالي، طلوا علينا الغوالي، منتخبنا ويا غالي، منتخبنا ويا غالي، والسوري ويا غالي، والسوري ويا غالي، والعراقي ويا غالي، والعراقي ويا غالي، والشرقية ويا غالي، الشرقية يا غالي. المقلب غني علالي، المقلب غني علالي، علالي اللالي وعلالي البوز ان شاء الله عقبالي، علالي اللالي وعلالي وانا دارك يا غالي، علالي اللالي وعلالي والفوز ان شاء الله عقبالي، ان شاء الله فوز لكل الفرق العربية ان شاء الله. شكرا شكرا شباب، شكرا شكرا شكرا. هاي الرقصة الشعبية لشعب قرغستان، تحية لهم، شعب جميل ورائع ومشارك بقوة في هذا الكرنفال هنا في بطولة الأمم الآسيوية. شكرا. ثانك يو ثانك يو، جود باي جود باي جود باي جود باي، باي 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 باي. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ مبارك. أهلا وسهلا بيناس، شلونك؟ شلون صار؟ تمام. أنت جاي من العراق ولا عايش هنا؟ أنا جاي من العراق. جاي من العراق؟ نعم. تشجع المنتخب الوطني العراقي؟ عراقي. إن شاء الله نفوز. إن شاء الله. وإن شاء الله متفائل ها؟ مو متفائل 100%. 100%. 100%. 100%. إن شاء الله احنا فايزين، لأن هذا المنتخب يمثل كل العراقيين كل الأطياف، وإن شاء الله الشباب ما يقصرون، والشباب إن شاء الله يعني راح يرجعون الفرحة للشعب العراقي. أنا أشوفك جاي من العراق وأنت متحمس. نعم. وده شجع بكل مشاعرك وكل عراقي. غير عراقي. عراقي عراقي. عراقي عراقي. كل الشباب عراقيين. أنا مواليد 64. ما شاء الله، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ذولا جيل التسعينات يعني. ما شاء الله. زين. فذولا هم تعلموا يعني كلهم دكاترة وصيادلة. ذولا يعني يشجعون العراق من كل قلبهم. ترى
راح تحضر المباراة. مبارتي احضر. راح تحضر المباراتين. نعم. نعم. جاي من العراق اللي هنا. على مود المباراة. حضرنا افتتاحية. وعن كل أمل أن العراق يفوز وإن شاء الله متوقع العراق يفوز. هذا توقع. متوقع. رياضي متابع يعني. نعم. متوقع عمو. لأن شوف يعني هذا كم لاعب عندنا محترف من أوروبا موجودين بالعراق واشتغلوا بأوروبا عاشوا بأوروبا. ولدنا. بس وين رجع حمل؟ رجع للعراق. نعم. حمل الجنسية العراقية. فهذا له فضل اللي شرب ما يدشوا الفرات لازم يفوز. وعندنا صفوة اللاعبين بالدوري المحلي هم بايش أيمن حسين كل يسمى إن شاء الله دول اللاعبين والمدرب أصرون. والمدرب جيد. أنتوا كلكم عائلة واحدة شنو يعني؟ شباب أصدقاء. أنتوا أطباء؟ أطباء صيادلة. أي نعم. ماخذين إجازة من المستشفى ولا شنو؟ هو ماخذين إجازة عن مود الإيفنت هذا مال كذا. كم أخذتوا إجازة؟ 5 أيام. محاولات يمكن كتاب ونوى كتاب وكل. لا خلص لازم لازم نطلع نشجع لازم. أي نعم. طبعا اول شيء نشكركم على توافدكم هنا لدعم المنتخب العراقي. احنا جايين هنا لان هو كل ميدان هو اللي رفع علم العراق عالي. تمام. نحب نبعث مسج الى المنتخب العراقي انه هاي الفانيله هي فانيله غاليه، انه اكو 43 مليون عراقي داعم ومحب الى العلم العراقي وللمنتخب العراقي، ونحن متاكدين ان شاء الله بتكرار انجاز 2007 او تمثيل العراق خير تمثيل لسبب واحد. هذه اللحمه لا لا ما نقبل. الا بالكاس الا بالكاس بالكاس لان الكاس راح يعيد الضحكه لعوائل الشهداء ان شاء الله ان شاء الله ولكل العراقيين. انتوا اطباء ما شاء الله. انا احييكم وان شاء الله ما عندكم فتشي للمنتخب تقولوا هذا العراقي هذا العراقي لا تعذبونا لو لعب بركان يبقى بالملعب. هذا العراقي وجيب الكاس جيبه جيب 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 الكاس جيبه. شكرا لكم مع السلامة. شكرا لكم. سوايديكا ويلكم تو تايلاند. فيتنام ضمن مجموعتنا وهذا هو الجناح الفيتنامي يعرضون منتجاتهم الفيتنامية وأيضا يعرضون تراثهم الفيتنامي من أزياء. طبعا المكان واسع جدا وأيضا الجماهير تحب تتجمع هنا وتستغل بطولة الأمم الآسيوية حتى تعرض تراثها وأزياءها وحتى أكلاتها. في أماكن أخرى نشوف حتى الأكلات الشعبية أو أيضا يعني مثلا إحنا بالعراق عندنا دولمة مشهورين جدا بها وأكلات أخرى مثل الباتشة. أيضا سيتم عرض هذه الأكلات العراقية في أماكن من ونوع من التبادل بين الشعوب والأمم المشاركة هنا في بطولة الأمم الآسيوية. يا عيني يا عيني على بطولة الأمم الآسيوية. تعبت ركضت واستمتعت مع هذه الشعوب الآسيوية اللي تستغل هذه البطولة من أجل يعني عرض هذه الفرحة في هذه البطولة وأيضا بطولات مضت. ونتأمل أنه يكون مشاركة منتخبنا الوطني فعالة جدا وأيضا تكون كل الشعوب العربية موجودة في مثل هذه الكرنفالات الرائعة في بطولة الأمم الآسيوية. تغطيتنا لليوم انتهت لكن تغطياتنا القادمة بها مفاجآت. خبل باي باي.